العربية المسلحة تواصل لليوم الخامس على التوالي قطع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المحافظة. والمواطنون أمام واقع غلاء الأسعار وشح المواد الغذائية نتيجة قطع الإرهابيين للطرق. هنا في أسواق مدينة إدلب لم تعد أصوات الباعة تصدح كعادتها في أرجاء السوق، فحركة البيع والشراء شبه متوقفة مع استمرار العصابات الإرهابية المسلحة بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية مانعة دخول المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الأساسية إلى داخل المدينة. عساكروا السوق هدول الإرهابيين، تنزل على سوق الخضرة تلاقي الخضرة كتير، هلا ما في خضرة. تنزل على السوق فاضي بطاطا بس، عندي بنت حماية عندها طفل عمره سنة ونص يبكي بده حليب ما في حليب، سكرين الطريق لإيش؟ وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تعانيها المحافظة لم تقتصر الخسارة على شريحة معينة من المواطنين، فالعمال والباعة اضطروا إلى إغلاق محالهم التجارية وفقدان مصدر رزقهم الوحيد الذي يعتاشون عليه. نحن عمال إذا ما اشتغلنا منموت من جوع، هلا من أول الأحداث لهلا صرنا سنتين ونص على فرد بركي. ارتفاع الأسعار هي نتيجة عن الطرقات. إذا ما قضوا على المسلحين ما بيمشي الحال، بده يضل غلاء. هلا هو الغلاء صاير طبيعي بس بكل المحافظات، عنا هون الغلاء صار زيادة عنهم بسبب عدم وصول المواد لعنا. إدلب الخضراء العامرة بخيراتها الطبيعية تعيش اليوم واقعا أليما لم يسبق له مثيل، فالأسواق مغلقة بنسبة كبيرة، وكل ذلك هو فخر الصناعة الإرهابية بامتياز، صناعة ستنسف من جذورها على يد بواسل قواتنا المسلحة.